تم تحديد مساحات كبرى لاستقطاب مشاريع فلاحية ذات بعد استراتيجي اللي وين على مستوى المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية اللي جاء بعد صدور المرسوم التنفيذي 21432 اللي يحدد كيفية وإجراءات منح العقار الفلاحي للإصلاح في إطار الامتياز الفلاحي اللي وين ولاية نعمة دخلنا بمساحة ما يفوق 7000 هكتار لمحيطات تتأهل بجميع المقومات الفلاحية من خطوط كهربائية ومسالك فلاحية وكذلك طبيعة العقار الفلاحي وكذلك وفرة المواد المائية بناء على الرأي الإيجابي للمواد المائية